نعم الله أنه يكشف لنا في القرآن خطط إبليس. ذكر هواي خطط، لكن أهم خطة ركز عليها هي التزييف للمعصية وتزييف كل من يروج لفعل مخالف للفطرة. هو إبليس نفسه يقول لأزينن لهم في الأرض، فما قل لك قبل هذا مغني يفسد أخلاقك، جسد لك الإنسانية بهذا الشخص، وإنت باللا شعور راح تفتهم هذا الفعل إنساني ووطني. لما أجى إبليس الآدم ما قل له لا تأكل من هاي الشجرة اللي الله حرمها، لا، زين له المعصية وزين نفسه، يعني لبس جلد حية وريش طاووس. شوف الإمام علي عليه السلام يقول اتخذ الشيطان لأمرهم ملكا واتخذهم له إشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. ما فهمت. يعني عملية تزيين المعصية مو خاصة بإبليس، لكن راح يجون أقوام يتخذهم إبليس سكرتارية ويتكلمون بالنيابة عنه. زين شلون ننهي؟ الدنيا كلها صارت هيك. ومن قال لك الآن دورك أن تنهي المعصية؟ شلون؟ أن تبين للناس هي المعصية معصية. ليش؟ لأن اليوم بنظر الناس أن المعصية صارت شيء عادي والكل يسويها. قبل كانت الناس من يسوي في شيء غلط يعني يدري به هذا غلط، ربما يأنب ضميره ويحس، لكن اليوم من قوة التزيين صار أكو ناس ما تدري وين الغلط وين الصح. واضح؟